النهارده بينطلق واحد من اهم مهرجانات السينما العالميه، وهو مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته ال 74 اللي هتقام فعالياتها في الفتره من 6 ل 17 يوليو الجاري. المهرجان طرح البوستر الرسمي اللي بيتصدره المخرج سبايك لي اللي بيرأس كمان هو لجنه تحكيم المهرجان. هو اول مخرج من بشره سمراء او من اصحاب البشره السمراء بيتولى رئاسه لجنه التحكيم. كمان بتعتبر الدوره الحاليه هي اول دوره من عمر المهرجان تقام بتدابير واجراءات احترازيه ووقائيه بسبب فيروس كورونا. طبعا احنا عارفين كل الايفنتات وكل الحاجات اللي حصلت كلها سواء في الكوره في الفن في الثقافه حصلت بسبب اجراءات كورونا بقت مختلفه. كمان اقامه العروض بنسبه 100% مع التشديد على ارتداء الكمامات. الدوره 74 من المهرجان هتكرم النهارده في الافتتاح النجمه جودي فوستر بمنحها السعفة الذهبية، وكمان هنشوف في الدورة مشاركة مصرية في لجان تحكيم المهرجان باختيار المخرج المصري سامح علاء في عضوية لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بعد حصول فيلمه 16 على جائزة السعفة الذهبية برضه لأفضل فيلم قصير في النسخة الأخيرة من مهرجان كان، بالإضافة لعرض الفيلم المصري ريش للمخرج المصري عمر الزهيري ضمن المسابقة الرسمية لأسبوع النقاد الدولي. خلينا نتعرف أكتر عن المهرجان و ايه الجديد فيه، وطبعا في ظل الاجراءات الاحترازيه اكيد مختلف. اهم الافلام نتعرف كده سريعا، بينورنا الناقد السينمائي الكبير طارق الشناوي. استاذ طارق صباح الخير على حضرتك. اهلا اهلا، صباح النور. يعني احنا يمكن في المقدمه اتكلمنا عن ان طبعا الدوره دي وكل الدورات او الايفنتات اللي بتحصل والاحداث بسبب فيروس كورونا كانت مختلفه. شايف حضرتك مهرجان كان في دورته ال 74 هيكون مختلف ازاي؟ اهم الافلام المشاركه شفنا في اسماء لسته الافلام، افلام فرنسيه، استراليه، ايرانيه، امريكيه، افلام كتيره مشاركه. شايف حضرتك اهم الافلام المشاركه ايه؟ طبعا ومعلومات للصاحي الصبح وعايز يتعرف عن مهرجان كان سريعا، اكيد حضرتك خير ضيف هيقول لنا ده. استاذ محمود انا عشان بس في المطار اتفضل يا فندم، انا هتكلم بتاخد فيها لان انا على يعني عشان في معادل الطائره اتفضل بعد قليل. اتفضل يا فندم. كويس، هو طبعا المهرجان كان هو المهرجان الثاني تاريخيا على مستوى العالم. الاول كان فينيس وهو الثاني تاريخيا. الدوره الماضيه لم تعقد لاسباب معروفه، وعشان كده الدوره دي رقم 74 كان المفروض تبقى رقم 75 وكان يحتفل باليدين الماشي، لكن تم ارجاء الاحتفال باليدين الماشي ان شاء الله العام القادم. الدوره دي كمان دايما المهرجان كان مرتبط بشهر مايو، لكن ارجع وربط شهرين عشان يبقى الامور الاحترازيه يعني من الناحيه من ناحيه الامن القومي للبلد انه لقوها كده احسن، انه لو تاجل شهرين هيبقى الامور اكثر انضباطا فيما يتعلق طبعا بكوفيد وكده. السنه دي طبعا المهرجان واقعي وهو يعني قبله العالم كله. دايما المهرجان كان بيستحوذ على الافضل في النجوم والافضل في الافلام والافضل في التظاهرات، حتى الاقبال المصري والعربي دايما في مهرجان كان بيبقى مميز عبر التاريخ. دايما اكثر مهرجان الفنانين والمثقفين والنقاد بيعتبروه هو يعني القبله بتاعتهم هو مهرجان كان. احنا فعلا السنه اللي فاتت الدوره التي لم تعقد كان لينا حظ اوفر، لان احنا خدنا لاول مره ناخد السعفه الذهبيه في الافلام القصيره لسامح علاء، عشان كده فعلا زي ما انت قلت داخل السنه دي عضو لجنه التحكيم. وكان لينا فيلم لايتن امين اسمه سعاد معروض رسميا. السنه دي الحصيله قليله، يعني فيلم في اسبوع النقاد وعضو لجنه التحكيم، لكن هو فيلم ريش. فيلم ريش لعمر الزهيري، وانا شفت له حاجات قبل كده تسجيليه، يمكن ده هو التواجد. لكن كل احوال المهرجان يعني الجانب الاحترازي فيه زاد، انك انت الصاله مثلا اللي هي ممكن يبقى في 2000 صحفي هيبقوا 1000 بس. لازم يبقى في اونلاين الحجز اونلاين مسبق عشان يظبطوا عدد المقاعد و طبعا كثير من لجنه التحكيم اكثر من النصف نساء.
وده واضح التوجه عالمي، وحكايه منظمه 50-50 اللي هي بتعني ان اي تظاهره في العالم يجب ان تكون المراه النصف على الاقل، مطبقه ايضا في مهرجان كان على مستوى لجان التحكيم وعلى مستوى الضيوف وعلى مستوى حتى منظمي مهرجان كان الجانب الاكبر منهم نساء. بشكرك طبعا، شكرا جزيلا، وانا عارف ان حضرتك متاخر على الميعاد، لكن بشكرك طبعا على العرض المبسط، وان شاء الله نستمتع بمهرجان كان ونكون متابعين مع حضرتك الناقد الفني الكبير الاستاذ طارق الشناوي. شكرا جزيلا لحضرتك.